معانا السيدة أم بلال من الجيزة، اتفضلي. ألو ألو، اتفضلي حضرتك. أيوه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عاوزة أسأل حضرتك حاجة. اتفضلي. أنا ستة عندي 70 سنة، وبعدين أنا سمعت من واحدة داعية إن لما يكون في حاجة غلط حصلت من الواحد ربنا بيغفرها في الدنيا، بس في الآخرة بيحاسبوا عليها. حسب الله. وأنا صدرت مني حاجات بسيطة يعني مش كبائر ولا حاجة، وتبت إلى الله وحجيت واعتمرت، ومن يومها وأنا ماشية بما يرضي الله. لا، الكلام ده مش صحيح، ان الله سبحانه وتعالى يغفر في الدنيا ولا يغفر في الاخره. لا، هي المساله مش كده. وكان حضرتك ممكن تكوني فهمتي ان مثلا ان العبد اذا كان لحد حق عليه، والحق وحد ليه مظلمه عنده، لازم يشترط فيها ان هو يرد مظلمه الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبه. لكن اذا ربنا غفر للعباد خلاص بيمحو الذنوب الله سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. فالله سبحانه وتعالى إذا غفر سبحانه وتعالى كريم. ما الذي يمنعه أن يغفر للعبد؟ وإيه اللي يخلينا فاهمين أنه هو بيغفر للعبد؟ هو بس عشان دي لخبطة جاية من إيه؟ اسمعيني، جاية اللخبطة دي من إيه؟ جاية اللخبطة من فكرة لا مصيبة إلا بذنب. فلما يكون لا مصيبة إلا بذنب، يبقى كل واحد ما يعمل ذنب لازم يلبس في حيطة، لازم يلبس في حيطة. لا، مش لازم الإنسان كده. الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير. خلاص يعفو بتشفعه وباستغفاره يعفو عن كثير من ذنوبنا. وإيه اللي يحصل؟ ومش لازم كل مصيبة يحصل فيها ذنب. لا، الله بيعفو عن كثير. وإلا لو يعاملنا الله سبحانه وتعالى بسوء فعالنا ما ترك واحدا على الأرض. فبلاش الطريقة دي في التفكير. لا، يبقى الله سبحانه وتعالى إذا غفر للعبد، غفر للعبد محض ذنب ويمحو الذنوب سبحانه وتعالى. ولذلك لا، اذا ربنا غفر لنا، ودي افضل طريقه للوسواس. يعني حضرتك قلتيها دي، لو حد قالها دي افضل طريقه للوسواس، اللي هو فكره ايه؟ طب هو غفرني في الدنيا، غفرني في الدنيا يعني معناه ايه؟ يعني ما جاتليش مصيبه. لا، مساله ان الواحد يجي له مصيبه دي اقدار، لكن الحساب في الاخره. اذا الله سبحانه وتعالى عفى عن العبد وغفر عن العبد، ان شاء الله سبحانه وتعالى يرحمه في الاخره.